بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض يا جماعة النهاردة بعد أوامر قائمة مدير فوائد. ماشي، أنا بس عايز أشوف السماعة، معرفش السماعة رايحة فين، ربنا يستر. ماشي، هناخد بعض أوامر قائمة مودي فوائد. أول أمرين هنتكلم عليهم النهاردة، وهما فعلا زي ما الباشمهندس محمود عبد الرازق الله يمسيه بالخير بيقول عليهم، عصب أوتوكاد. الأمرين دول عصب إيه؟ أوتوكاد. يعني مفيش رسمة هترسمها باشمهندس عاطف هيخلو منهم هذا الأمرين. أكيد تبقى هذان الأمرين. أكيد فاهم اللي هما كوبي وموف. كوبي وموف. كوبي. كوبي. ماشي، دول اي حاجه هترسم في اي رسمه هتحتاج الفوتوشوب. الله ينور عليك. عايزين نشوف بقى نجيبهم منين والطرق اللي بنستخدمها وتنفيذ الامر ده بيبقى عامل ازاي والاوبشنات بتاعته. هنبدا بامر كوبي. لو انا عندي امر لاين ايه ده؟ بس عشان لو اهو تمام. عايزين نعمل كوبي. بص يا باشا، سيلكت الاول الاوبجكت. ماشي، انا عايز استدعي الامر. ممكن اسلكت الاوبجكت الاول وبعد كده انفذ الامر، وممكن استدعي الامر وبعد كده سلكت الايه الاوبجكت. احنا عايزين نستدعي الامر الاول. هيبقى امر كوبا هيتلف فين؟ في موديفاير. في موديفاير اهو. امر كوبي اللي هو النسخ موجود هنا، او من سطر الاوامر، او من سطر الاوامر نكتب سي او. سي او تمام. تمام، او هتجيبه من هنا هتلاقي في حاجه اسمها كوبي. تمام، هتبقى ديت الايه النسخ بتاعك. طيب سيلكت الايه الاوبجكت ولا الاوبجكتس؟ اوبجكت. لا اوبجكتس. واي؟ ليه بقى؟ عشان اللي هقوله لك ده. انت اخترت الاوبجكت اهو الاولاني، هو عاوز ايه؟ عاوز تاني. طب انا عايز اقول له لا، انا خلصت عمليه الاختيار خلاص. هو ده بس اللي انا عايز انسخه. فهقول له ايه؟ لازم اقفل بقه، اديله سد الحنك. سد الحنك ده هديله بايه؟ انتر. تمام كده. طيب هيقول لك اديني الايه بقى؟ البيز بوينت. البيز بوينت. ايه البيز بوينت دي بقى؟ النقطة اللي انت هتنقله منها. النقطة اللي انا همسك منها او هملك منها الاوبجكت اللي هو الميد بوينت بتاع الخط. وانسخه في نقطة هتتكرر على نفس الايه؟ على نفس المسافة اللي احنا هنديها. يعني انا مثلا همسك الاوبجكت من هنا، طبعا ممكن امسكه من اي حتة من النقطة، انا مفعل الاسناب معايا والدنيا حلوة. طيب همسك من هنا. ها جميل والله، مسكت خلاص كده، انت معاك في ايدك اهو. طيب بيقول لك ايه بقى؟ سبيسيفاي السكند بوينت اور اري. طيب اهو 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 كويس كده. بعمل ايه؟ كمل كوبي. بعمل كوبي. طيب جميل قوي. اضغط انتر او اضغط اسكيب او اضغط ايه؟ اكزيت. موجوده في الاوبشنز. ماشي، بعد امر كوبي اهو. تمام. طيب هو انا عندي ريكتانجل عامل كده. تمام الكلام. وعاوز اعمل له كوبي. هقول له ايه؟ سي او. فين الاوبجكتس؟ حدد له بقى ده. في حاجه تانيه؟ لا، يبقى اضغط انت. طب هتمسك منين؟ من اي ركن منه بقى؟ مش لازم اركان، ممكن امسك من نص من هنا على حسب انت الدنيا عندك عامله ازاي. هو شكل لوحده. يعني انا ممكن اجي كده مثلا، اللوتراك طبعا شغال معايا تمام، والاسناب شغالين الاثنين، فالاحداثيات دي كلها بتظهر معايا. بص بقى، بص حاجه عسل. انا كده مسكت من غير ما اعمل، خد بالك، خطوات عمل. شايف الجمال اهو؟ شايف 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 شايف. طيب هتعمل منه كوبي يعني مره واحده او عده مرات، ولا هتعمل كذا مره؟ هتعمل بقى ايه يعني؟ عدد كبير. تمام. ممكن تعمل اري. خد بالك في امر مستقل بذاته اسمه اري، بس ده مش هناخده دلوقتي. ماشي. ودي اري ده ما كانش بيطلع قبل كده في الاوتوكاد القديم، ده هتلاقيه بس في الاوتوكاد الجديد، النسخه الجديده هتلاقي الايه الاوبشن دوت موجود.
طيب خلينا هناخد الري. طيب انت عايز الايتمز، عدد الايتمز بتاعتك اللي يعني كم عدد الشكل اللي هتطبعه؟ انت هتعمل له نسخه زي ما انت بتيجي تطبع كده في المكتبه، يقول لك عدد النسخ كام؟ هتطبع مثلا 10 نسخ، قول له 10. انت قلت 5 ولا 10؟ 5. خلاص نخليهم 10. اهو بص بقى، شايف شايف بقى بص بقى زي ما انت عاوز. خد بال انا كنت ماسك منين؟ من النص. النقطة التانية اللي انت هتكليك عليها هتبقى هيقيس المسافة من النقطة الأولى وهيثبتها، لأن دي أري، لازم الأري هتكون متماثلة في المسافات اللي بين الاتنين أوبجيكتس أو اتنين أيتيمز. يعني أنت ما ينفعش تعمل الأمر ده إلا لما يكون في تماثل. في تماثل في شكل زخرفي مثلا أنت محتاج فيها تعمل كده مثلا. طب أنا مش عايز أعمل كده، أنا عايز أضغط له أبعاد، انا عايز مثلا خلاص بقى ما تتكاش في السنتر واكتب له البعد. ايوه انت مثلا ايه عايزه مثلا عايز على الميل ده كده تمام، عايزه مثلا 1000 او 6500 بس. شايف؟ اخرج بقى عشان نشوف. الله شايف الكلام؟ الله بص بقى شكلها جميل. ده انا هقول لك على حاجه، ده سلم اهو، ده انا هقول لك على حاجه، ده بسكويت يا جماعه. شايف بقى؟ تعالى كده، الله ينور. انا عايز اقيس من المنتصف هنا للمنتصف هنا، المنتصف الشكل ده. طيب نجيبها ازاي؟ اهو برضه زي ما اتعلمنا كده، اهو من النقطه دي هنا، النقطه اللي في النص، عايزين من هنا لهنا. انا بروح عليه ينور بس. ينور اهو. المسافه دي كام؟ 6. المسافه دي كام زي ما احنا كنا كاتبين؟ بالملي. طيب ثبت بقى كده. لو احنا جينا نقيس نفس المسافه من هنا لهنا، من هنا لهنا هتطلع كام برضه؟ 6500. ده انا عايز اقوله لك ان هو بيثبت المسافه. حاضر، هسيب حضرتك تسأل. 6500 وكمان ايه؟ الروتيشن انجل اللي احنا خدناها من هنا، لو جيت تقيس الزاويه من هنا لهنا هتلاقي هي هي. وصلت يا باشا، واخد بالك؟ اتفضل اسأل السؤال بقى في الدايمنشن اللي انت كل شويه تجيبها قدامي دي. تمام. هناخد الكتابه بقى لما بتكون تخينه قوي عن الشكل. اه تعالى العافيه، في امر كده انا هقوله لك بس بسرعه دلوقتي عشان يساعدنا مش كل شويه نزوم، بس هناخده كمستقل بنفسه ان شاء الله. في حاجه اسمها ديم سكيل، دايمنشن سكيل، دي اي ام سكيل، اس سي اي ال. اهوت هو معمول دلوقتي على كام؟ واحد. على واحد. لا احنا هنقول له مثلا خليها 50. تعالى قيس كده، هنقيس اي حاجة يعني بس عشان اوريك ان ايه الموضوع. كبر شوية. بقت كام؟ كبرت شوية. فالديم سكيل ده بيكبر الابعاد ماشي، او يصغرها على حسب ما انت هتقول له. ماشي. لسه احنا مخلصناش امر كوبي، بس هنردد الاذان ونكمل ان شاء الله. ماشي. هنوقف لحظة يا جماعة، هنكمل يا جماعة. طيب شوف الناس اللي عملوا برنامج كامتيجيا، اول ما بيظهرون او كامتازيا زي ما الناس يعني على خلاف الروايات، اول ما اول ما بتتك تصغيرته بتاعها هربانه على طول عشان ايه اللي بيسجل ما يلحظش. يلا ما علينا، الناس بتفهم. المهم هنكمل امر كوبي، هنقول له سي او كوبي. تمام. سيلكت الاوبجكت، والله انا عايز انسخ دول. ماشي. عايز كمان، قول له لا انا خلصت كده، عايز انفذ بقى الكوبي. هيقول لك في حاجه اسمها الايه؟ ديسبيسمنت، وفي حاجه اسمها ايه؟ مود. طب خلينا نشوف ديسبيسمنت دي، انا لسه خد بالك ما اتاكدش البيس بوينت ايه. الديسبيسمنت زي ما انت عارف طبعا معناها الايه؟ الازاحه. فانا قبل ما اضغط على البيس بوينت اختار النقطه اللي انا همسك منها او هملك منها الاوبجكتس، لا هقول له الاول الديسبيسمنت بتاعتك عباره عن 5000 مثلا عشان تناسب الزوم اللي احنا فيه. فهقول له ايه؟ ديسبيسمنت. لو اتكيت انتر هيقول لك فين الديسبيسمنت؟ يا اما تحددها له هو مديك طبعا ايه؟ من نقطه الزيرو زيرو مديك ايه؟ تدي له احداثيات. فانا هقول له مثلا على بعد 5000. ماشي؟ عم ماشي 5000، اعتبر ان دي الايه؟ الاكس بتاعته، واخد بالك؟ بس طبعا ايه متداخله في بعضها، فعشان كده يعني ده وده وبعدين وده وده.
واخد بالك دول ايه هو مشى كده 5000 يعني اخر نقطه اخر نقطه من هنا اما مشيها ايه يعني النقطه اللي زي من هنا كده اما مشيها 5000 ماشي احنا نمسح دول كده تعال ناخد واحد بس عشان يبين الموضوع سي او طبعا انا كده عملت الليل الاول سلكت اوبجكت عملت سي او طب لما هعمل كده هيقول لي سلكت اوبجكت استني لا, لا ما هو مش خلاص يعني حددنا النقطه اللي انت هتعملها دي يلا الديسبيسمنت هقول له يا عم الديسبيسمنت كام هو بيعمل من نفس الاصل احنا كنا عايزين الحته دي خليها مثلا 10000 عم واخد ايه 10000 من الريكتانجل ده تمام طيب نمسح الكلام ده طبعا هو احنا كوبي طبعا ما حدش بيستخدم الحاجات اللي بقول لك عليها ديت الا اذا كانت المسافه اللي هي بين الاوبجكت والحته اللي انت عايز تنسخه فيها معلومه لكن انت بتمسك من نقطه معلومه بتروح على نقطه معلومه تمام عندك سيركل اهو كويس ماشي عايز تنسخ سي او عايز اوبجكت الثاني اقول له لا خلاص كده هملك من هنا واقول له بعد اذنك مشي لي هنا كام؟ مثلا 10000 ماشي كده لا ادي له صفر خلاص هلا ولا لا ممكن اسحبها انا اصلا ممكن تسحبها بايدك على حد شوف بقى ايه يعني اللي هيطلع منك الكلام ده هو اللي على حسب الرسمه اللي موجوده على المكان انا بس بحاول التقاطع هنا بين الدايرتين بحاول ادي لك الاوبشنز كلها عشان انت تتعامل على الايه على الحاجات اللي هتبقى موجوده معاك في الرسمه انا سعيد احنا ما في حد هنا